وللناس اللي راهي قادرة باش تدير صداقات جارية، للناس اللي عندها الإمكانيات باش تدير صداقة جارية، ما تعزوهاش على أنفسكم. هذه ماشي حد ديروها غير للناس، هذه لأنفسكم انتوما. الناس راح تفرجوا عليهم في الدنيا، بصح هذا الشيء راح يفرج عليكم في الدنيا والآخرة. تخيلوا أنكم تديروا بير فيه ماء، الناس تشرب منه، كل ما الناس شربت منه ربي يزيدكم الأرزاق في الدنيا ويبعد عليكم الشر ولاد الحرام، ويبين لكم المكائد تاع الناس اللي راهم يكيدوا لكم كيما أنا راهي تصرالي. نجي نهار وين نحكي لكم بزاف لي ديطاي راهم يصراو في حياتي. بصح ربي منزل عليا السكينة والراحة والطمأنينة على الحاجات اللي راني ندير فيهم. وما تقولوا ليش علاش تتجهري بالحاجات اللي ديرهم، كاين صوالح ما نجهرش بهم، ولكن كان مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، علاش ما نأثرش في الخير؟ أثر غير في الجياحة. الخير